بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة من الليل، نسأله أن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمورنا وأن يفرج كروبنا وأن يذهب عنا وعنكم الهم والغم والحزن، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها بنصره، وأن يرزقها برزقه. اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني، بدءا من الآية 11 من سورة الحشر وحتى الآية 6 من سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولا
أدبارهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي هو الرحمن الرحيم. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في يسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني
لما تيسر من سورتي الحشر والممتحنة، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. نعم إخوة الإيمان والإسلام،